السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تثريب عليك يا أختي، الله يحفظك، اللي تقولين مجرد استفسار، لا تثريب عليك. تفضلي. ألو. نعم 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 معك. أيوة تمام ماشي. السؤال الأولاني هو طلب العلم كويس على كل مسلم ومسلم. إيه. ده صحيح؟ لا يصح. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يصح. طيب